بصي يا نيلي هي دي. تصدقي عندك حق، دي شبه اللي في المجلة بالظبط. يبقى اكيد جواها الفلوس. طب وبعدين؟ مفيش، احنا بكره نطلع لبورسعيد وانتي تكلمي لنا سيف عشان يجي يودينا. لا 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 سيف مش هينفع، احنا سحلناه معانا النهارده، وبعدين تقريبا هو قال انه مشغول بكره. طيب خلاص مش مشكله، هكلم الواد هاني يجيب لنا اي حاجه نروح بيها. بقولك ايه، اعملي حسابك هصحيك الصبح بدري. طيب اوكي انا هدخل انام بقى عشان هصحى بدري. جود نايت. انت من اهلك. يا نيلي اصحي يا نيلي، الواد هاني جاي دلوقتي. يوه بتدي متعبه هتغلبني. بقولك ايه يا حاجه، نيلي صحيت؟ روحي اعملي لي شاي. شاي؟ طب ماشي هعملك شاي. نيلي صحيت؟ نيلي بخ بخ. مش عارفه انت جدتنا ليه بقلطتك دي. نيلي اصحي يا نيلي. يلا يا نيلي، الواد هاني زمانه تحت بالعربيه. يا بنتل شفت، هربت بنتل وقتي عشان لما اقول لك كلمه تبقى اسمعيها. انا من الاول قلت لك البنت دي مش تمام، وشكلها تاخد الفلوس وتخلع بيها. مش انت اللي قلت لي قبل كده دي بنت ناس ومستحيل تعمل كده؟ ده امتى ده؟ انت هتستعبط يلا. طب يلا عشان العربيه مستنيانا. والله ما كان له اي لازمه ان احنا ناخد عربيه مخصوص واحنا لاقيين الفلوس. يا بنتي ده سواق لقطه، اصلا قفشته كان بيتخانق مع ناس فسلكته من الخناقه وقلت له على المشوار وريحني في الساعه. طيب ماشي. صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ ايه ده، ما انا قايل لك بورسعيد. لا مؤاخذه يا باشا، معلش انا اسف نسيت. توكلنا على الله. تحب تاكل دلوقتي؟ شكرا. ساندوتشز حلوه قوي. مش عايز. في ايه يا سيف، انت متضايق من حاجه؟ طبعا متضايق. يعني ايه ننزل من غير شريان؟ على فكره هي لها في الكنز زي مالكي بالظبط، ماشي؟ لان هو جدها زي ما هو جدك، ولا انت عايزه تاكلي حقها؟ ممكن مالكش دعوه بالموضوع ده؟ اوكي. الراجل نسي يحط لي شوجر. ايه على السخافه. عندك تيشوز عشان بنطلوني باظ؟ انت بتعملي ايه في العربيه بتاعتي؟ قاعده تفعكشي فيها وتنكشي فيها، العشوائيه دي بتوترني بتوترني. سوري. مفيش حاجه، تسمع مزيكا؟ اوكي. سيف. نعم. أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الحاجات الحلوة اللي أنت بتعملها معايا. أنا مبسوطة قوي إن أنا عرفتك بجد. فعلا أنت من الناس الجنتل اللي أنا مبسوطة إنهم في حياتي. أنا اللي مبسوط إن أنا عرفتك، وبعدين أنا ما عملتش حاجة. ده أنت يعني تأمري اطلبي. ممكن بليز نغير الميوزك القرف اللي إحنا بنسمعها دي؟ مش عاجباكي؟ خلاص ممكن أشغلك موتسارت ولا بيتهوفن. بيتهوفن إيه يا حبيبي؟ أنت خارج مع جدتك. حبيبي جدتك؟ مش هنشغل حاجة اهو. عندك اوكسيلري؟ خدي ايه واكس اهي مش زرقاء. بانج بانج انتو ذا روم. Wait a minute, let me take you back. You need a bad word to blow your mind. I came in like a wrecking ball. Cold Michelle, fight for that white coat. Hello from the other side. I must have called a thousand times. Because I'm happy, clap along. If you feel like happy, I like you. ارحمي نفسك شوية.
قاعده تتفطحتي تتفطحتي وتزقفي في ايه؟ مش عارف اسوق منك موتراني، انا متوتر مش هعرف اسوق، اعمل بيك حادثه اخش بيكي في عمود. سوري. مفيش حاجه. تاكلي كيكه؟ اوكي. انا جايب اتنين، واحده ليكي وواحده ليا. انا مش بحب دي عشان مش حلوه. مش حلوه ليه؟ بيبز كريم كده وانا بحب بالشوكليت. طب ما هي بتبز شوكليت. خلاص خلاص. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جواه الفلوس؟ ممكن، وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرض ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص. لا، ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده ايه ده؟ انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه. باشا انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافه طويله دي لما نكسرها. الله، خد عفر يا باشا، خد عفر. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده. طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي، جد المدام عقبال امالتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ اه، بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا زتموني مهما الناس لموني. والله عددك يا باشا مش ماشي في ده. كامل يا باشا. وبعدين واللي وبعدين؟ ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصيه. مواضيع شخصيه يا باشا؟ احنا يعني بنكسر مسافه الطريق. الله، دينا بندردش يعني. خد طري على قلبك يا باشا، خد. اتفضل يا باشا. سوري لمؤاخذه. تسلم ايدك، تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون. راجل حلوف قوي. كامل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي، اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. اه والله. جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشاف من بدري. والله العظيم. يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظ من السما والله ان انتوا جيتوا معايا. الله يكرمك، الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله. جو ايه يا هاني؟ هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟ معرفه منين؟ انا اول مره اشوف. امال شايفاك العشا واكلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له اكن اعرفه من زمان. وبعدين انت قلقانه من ايه؟ هنشوفه فين ده تاني اصلا؟ وانا باشا والله يا قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجله حصل ايه؟ عمو بتقلقني كده ليه؟ ما انا كنت بحكي لك عادي. وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصيه، خليك في حالك يا باشا. يعني ادينا بنكسر المسافه. الله والله انت بتنرفز شكلك عشان جعان. طب خد خد يا باشا افطر، انت شكلك ما اكلتش لحمه بطنك. تسلم ايدك. بس لا ما يطلعش عند اكيد فطارك برضه. لا لا مفيش مشكله، بجيب انا من اون ذا رن. ها موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك. تقريبا هي دي البوابه. انزل بسرعه شويه. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخله الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف ما تعليش صوتك عليا، انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش، اصل ما اعرفش تقريبا في حاجه في شخصيتي بتخليني اتعصب فجاه وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني، دي تركيبه. نيفر مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذ انت وهي؟ رايحين فين يعني ايه؟ داخلين. داخلين فين يا وكلام من غير بواب؟ داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا، يعني داخلين مول. داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص انا عندي مخزن جوه بتاع بابي، وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي، صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ ما ينفعش تدخله. اولا لازم يبقى معاكوا تصريح، ثانيا المخزن ده محجوز عليه، يعني مش هينفع تدخله اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك. ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت، من فضلك لو سمحت، ممكن ادخل التواليت؟ لا. طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت وريني هتمنعني ازاي؟ ما ينفعش يا استاذه، ما تخلينيش استخدم معاك العنف. يعني انت ازاي تمسكها كده؟ ده انا هديكوا في 60 داهيه. تودي مين يقعد في 60 داهيه؟ انا اسف، انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه، بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض. قولي له. ايوه فعلا هو عنده مشكله في شخصيته، بيطلع وينزل كده. معلش طارق، سيبك منه. بس انا عارفه ان انت بتشوف شغلك. خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن، بس من فضلك انسان
بدنيا انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع يعني مش هينفع. مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني التواليت. يا ابن الناسه عارف لو لبست. انا اسف انا اسف مش لسه كنت بقول لك انا بنفعل. ايوه 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 فعلا هو بينفع لو سمحت. لو سمحت دي حاجه بس لربنا. لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا دول ارهابيين اوعى تخليهم يخشوا. شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي انت غبيه قوي لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلوند ولابس. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي يعني؟ ايه ارهابي ده؟ اروح افجر مساطر وكشاكيل؟ ده حاجه غريبه جدا. يعني حضرتك عايزه تفهميني ان جده ميكي ساب لماما ميمي لغز ميكي؟ ايوه والله العظيم هو ده اللي حصل. وبندق بعدها خدكوا وداكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد؟ اكزاكتلي. وانتوا بقى حليتوا اللغز ورايحين تجيبوا الكنز. اه شفتي الكنز كنز زي ما انا بقولك. انا مش فاهمه ايه موضوع الكنز ده. هي فلوس عادي حضرتك فلوس ورث يعني. اه فلوس معلش انا اسف خديني على قد عقلي يعني معلش اصلا انا اوفر شويه. طيب انتوا وانتوا رايحين تقتحموا ميناء بورسعيد ليه مثلا ما خدتوش راي حد مهم؟ عم دهب مثلا. ايوه انا نسيت اقول لحضرتك عم دهب كان شريك جده ميكي بس بندق قال لنا ما نقولوش عشان هو راجل يعني مش مظبط. اه طيب ليه ما خدتوش مثلا راي حد ثقه يعني مثلا الجده بطه مخترع عظيم زي عبقريني. آه. بطوط وانا عارف ان هو في مقام خالكم مش انتوا سوسو لولو؟ لا عارف ماهر اللي بيركب مازنجر؟ اه يبقى ابن عمي انا وهو كده. Are you joking guys؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لك محدش هيصدقنا. مش هيصدقنا ليه؟ احنا جايين نلعب يعني؟ يعني استنوا بقى اسمعوني انتوا قانونا ما عليكوش اي حاجه وتقدروا تروحوا بس يعني الحق يتقال انا المفروض احولكم لمستشفى الامراض العقليه بس بما انكم يعني شكلكم كده محترمين وولاد ناس انا هسيبكم تروحوا بس يعني نصيحه روحوا اكشفوا احسن. طب ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا. ممكن ادخل التواليت بتاعك؟ تدخلي الحمام اللي تحت؟ ما انا فعلا كنت داخله الحمام اللي تحت بس الريحه رهيبه واصله لغايه الطرقه. اول ما دخلت حسيت ان انا بدوخ وهرجع فما قدرتش. سالت العسكري على تواليت تاني قال لي في تواليت عند حضرتك او اتصرف في الجنينه فما فهمتش يعني ايه علاقتي بالجنينه ابعها لكم دلوقتي ولا ايه مش فاهمه يعني. فبستاذن حضرتك ادخل التواليت بتاعك لو سمحت. خصوصاً ان في الحمام اللي تحت في رسومات مش لطيفه طبعا عيب وما يصحش حد يشوفها وفي كلام ما ينفعش نقراه دي بنت. طيب لو عايزه تدخلي الحمام بتاعي اتفضلي انا ما عنديش مانع بس يعني انا ما انصحكيش. ليه؟ لان انا لسه خارج من الحمام وبصراحه انا يعني فطران عجه وشكشوكه. طب ايه المشكله؟ لا مشكله هو عجه دي يعني بيجيب عجينه طعميه بجنيه ولا بنص جنيه ويجيب بيض ويحطوا بقى على بعض ويحطوهم في طاسه زيتها قديم كده اسود. الشكشوكه بقى بيض بصلصه. ايوه صح؟ خلاص بصل وفلفل. خلاص خلاص نمشي احسن نمشي. لا 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 استني استني هو يقدر يمشي انت هتستني معانا شويه. ليه؟ لان انت معكيش بطاقه ولازم تجيبي حد يضمنك. طب حضرتك ممكن اضمنها انا؟ انت هتهزر يا ابني ما انت ممسوك معاها. مش حضرتك لسه ماشيين دلوقتي؟ خلاص اجي لك اكني لسه جاي اضمنها عادي ما فيهاش حاجه. بقول لكم ايه انتوا بجو الكرتون اللي انتوا عايشين فيه ده انا ما اضمنكش انت اساسا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك تشوفي اي حد تعرفيه هنا في بورسعيد تجيبيه يضمنك. لا 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 مش قادره اي ونا بي مش قادره خلاص. اظن انا بقى كده عداني العيب وازح جيت لك وضمنتك وخرجتك. ايدك بقى على العدد. انت ليه عايزه العدد؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا مش واثقه فيكي واعملي حسابك من النهارده لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا انا. شاري حبيبتي انت لسه فاكره ان انا هربت منك؟ انا غلطانه بجد انا غلطانه ان انا ما صحيتكيش. كنت نايمه كده وغلبانه قوي فصعبتي عليا قلت اروح بسرعه وارجع لك صح يا سيف؟ اه صح طبعا قالت لي عد عليا قبل ما شاري تصحى بدري وطلعت الفلوس كلها. شفتي بقى؟ طلعت خايفة عليك اهو بطلي ظن بقى. أنا أول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت أصول لا يمكن يطلع منها الحركات دي أبدا. ثانك يو. أنت يا رجعت للكيمياء ولا إيه؟ أمال مين اللي كان طول السكة عمال يسخن فيا ده؟ لا أنت بتتخانق لوحدك دي مشكلتك أنا ماليش دعوة. لا يا جماعة مش هنقعد نهري هنا طول اليوم أنا هموت وأدخل تواليت وإلا كده يعني هزريت الدنيا. طيب ما يلا يا جماعة نقعد على أي كافتيري على البحر يعني اللي عايز يفطر يفطر اللي عايز يزريت يزريت اللي عايز ينزل المية ينزل المية. في بنانا بوت؟ آه في بس غالية شوية.
ادفع 150 جنيه هديك 500 لا لا لا, لا, لا انا مش هستناكوا خالص انا مش قادره استحمل بابي العدد اتفضلي ما تهزرش يا هاني يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون امال استنى يا عم سيف لما حد يشد لي البنطلون لا ناصح معلش ثانيه واحده عشان مش اول مره يحصل لي الحركه دي حضرتك مش سايبه كلينكس جوه ليه ايه ده جايز اخيرا اخيرا دخلت التواليت بس الحمام غريب قوي ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن بقول لك ايه معاكي انتي بكتيريا انت هبله يا بنت انتي وانا همشي بكتيريا ليه هنا في شنطتي انا ما قلتش بكتيريا انت لمع باشا لمع لا لا بسكوتش معلش المره الجايه يعني مش هنستنفع منك باي مصلحه معلش المره الجايه المره الجايه طب شك شك مرزوقه تعالي جنبي شك شك مرزوقه تعالي جنبي تعالي جنبي بقول لك ايه بقول لك خش على الباشا بيحب الفلكلور ده هو لمع باشا خد لما علي النضاره دي مبصمه عايزها نفس اللون ولا غير لك لون المهم اشوف بغض النظر خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه بجد اه والله ماشي يا نمر المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه هنخش المينا بقى ازاي بقول لكم ايه انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط لا ما نعرفش تعرف انت انا بص انا ليا اتنين صحابي ظباط واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث ما حلو المباحث ده لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا طب يعني ايه هنروح يعني ولا ايه احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز اقسم بالله كنت متوقعه منك تتجننت يا بت ولا ايه عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه ثانيه واحده بس مين عبد العزيز ده ايوه صح مين عبد العزيز ده قريب ابن خال امي امين شرطه هنا في بورسعيد بس كان عينه مني عينه منك يعني ايه يعني كان عايز يتجوزني بس انا نفضت له عشان خاطري دبدوبي دوبي طب ايه المشكله دلوقتي انك تكلميه ايوه صح المشكله انك تكلميه المشكله انه عيل لازق كده وملزق معلش يا شريهان لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونه وكلميه هو ايه اللي لو هينفعنا بتقولي ايه وانت مشكلتك مع ان هو لازق وملزق بس انت ايه مشكلتك ايوه صح انت ايه مشكلتك شات اب انت مين لا مؤاخذه هيا هاني ايه مشكلتك برضه هتقولي ايه مشكلتك يا ست كل اللي بتقولي كان عايز يتجوزها يعني عينه فيها أصور يعني ولا ايه ايوه ما هو شربهاش وسابها لك انت شربتيه بس يا عم انت خليك في حالك خليك مكاني يا عم سيف ايه دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها يصح كده لا طبعا ما يصحش تسلم يا نخوه سيف يصح ايه ده يا ابو الرجال وانا ينفع امتنع عن الاجابه طيب هاني مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر انت مش واثق في نفسك ولا ايه لا الحمد لله عندي ثقه وكرامه وكل الحاجات الحلوه دي بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحلي اللي كان بيلغيها من زمان دهوت ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي الكلمه دي عيب لا خالص طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر فلوس فلوس ايه بيعمل ايه في حياتي ده بيعمل ايه بيلمع ركبي ما خلاص يا عم هتلمع في خادي لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت بوت ما انت كده انت جاي بتعزف على رجلي معلش يا استاذه نيلي خليها فرصه ثانيه ان شاء الله وعلى راي المثل قطمه أحسن من نحله نحله إيه؟ أنت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ أنا ما قلتش نحله أصلاً من الآخر كده يا جماعة شوفوا لكم حل تاني شوشو مش هتكلم عبد العزيز هاني فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي إن عندك أحلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز إحنا هيبقى معانا الفلوس دي؟ أفكرك؟ قلت لي إنك هتتجوز شريهان وهتجيب شقة في حدائق الأهرام عند الخوفو وهتجيب عربية وهتعمل ألبوم زي أصحابك الأهلوية الدخلوية أيوة الدخلوية وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه الثقة في اللي مش هنتقلب وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من الطواجن للتحرير طواجن إيه؟ طوابق whatever هي هاني قلت إيه؟ وافق بقى وافق بقى وافق وافق والنبي والحلو والنبي تبسم للنبي للنبي تبسم خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه هكلمه يا دبدوبي كلميه بس انت اصلا معاكي نمرته ما مستيفه عندي مستيفه بقمرة ايه ان شاء الله ما هي دي الشريحه القديمه اصلها الو ايوه يا زوزو اي عبد عزيز ازيك الحمد لله وانت كمان وانت كمان ايه قالك ايه قالك ايه وانت كمان وحشني قوي عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني مش فارق لي قوي
بقول لك ايه، انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي، 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانيه واحده، احنا هنروح كلنا، انا بعد كده كل خطوه هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبه. Whatever. افهمي، لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه، وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هديه كمان. انت هتزيط بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك ايه الجديد؟ علمت عليكي بس يا سفروت. بس هي بصراحه علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. انا مؤاخذه اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافه ايه ده؟ سيف بقول لك ايه، ممكن تطلب لي حاجه اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجه بقى بليز. اجيب لك ايه؟ اجيب لك سرومباء ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس شكرا يا عم، احنا داخلين هنا. ده طبعا فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي؟ الشمس كلت وشي، انا بعمل تانس، حد يستعجلهن؟ ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، ما وحشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقة؟ يالا مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تساليش على الزوز ولا حتى تسالي على خالتك. معلش بقى. ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج اطفال. ياه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. امال طفله؟ مالك يا دافش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يالا. امورين يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحة كده. يا سلام، ده انت الغالية تأمريني، ده انت جاي من سفر. ثانية واحدة، تأخر يالا. اتفضل عماد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذة قلبها مضيافة بس، دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوة. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوة. مظبوط. قهوة مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، أنا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخلية أنا شاكك إن هو قنبلة. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الأسمر اللي تحتك. وأنت ما بتعرفش توطي ولا إيه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للإنسان العادي إن هو قنبلة، بس أنا شاكك إن ده يكون منبه. اشتبه إيه يا ابني، دي قنبلة. جبت القنبلة منين يالا؟ يلا اجري، هنموت هنموت. اجري يالا، اجري.